الله 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 سبحان الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. صدق الله العلي العظيم. نحن في أجواء هذه السورة المباركة، سورة الحجر المكية، وبعد ما أشار الله سبحانه وتعالى إلى مؤامرات المشركين وتهمهم وصلفهم وكبريائهم، عرج سبحانه وتعالى إلى خلود القرآن وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعد ذلك بدأت معالم لترشيد الناس وإرشاد الناس إلى التوحيد، إلى خالقية الخالق، إلى أن الله قد بسط قدرته على كل شيء. منها ما قرأنا حول السماء والبروج والكواكب، وأنها تنقسم إلى حالات معينة في الربيع والصيف والخريف والشتاء. هذه كلها إشارات إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. بعد ذلك أشار إشارة خفيفة جدا حول الشياطين، كما ذكرنا في الليلة الماضية أنه بعد ولادة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم منعت الشياطين من العروج إلى السماء كما قلنا. الآن بدأ بجولة أخرى حول الأرض. البارحة قرأنا حول السماوات والبروج والكواكب وعظمتها. الآن يشير إلى الأرض، والأرض مددناها. أشرنا البارحة بشكل جدا سريع أنه الكرة الأرضية كما الآن العلم الحديث يثبت ذلك كانت كتلة مائي، ماء، يعني كانت مغطاة بالماء، مو أنه كانت ماء. كل الكرة الأرضية كانت مغطاة بالماء، ثم بعد يمكن آلاف السنوات، احنا ما ندري كم الآن، هذه النظريات التي بين فترة وأخرى تنشر في المحافل العلمية هذه ليست ثابتة، هم يقولون، يعني مو أنا أقول، عادة بين فترة وأخرى تفند بعضها وتأتي نظريات جديدة.
في الفيزياء الكونية، في أنه هذه الأرض كم مليون أو كم مليار سنة كانت ثم تطورت الأمور فيها. هذه أمور تخمينية، يعني مو حتما إذا قالوا مثلا 500 مليون سنة هذه الأرض مثلا، هذا مو دقيق. من قال أنه 500 مليون سنة؟ تقريبا. ولكن بشكل عام نعرف أنه الكرة الأرضية هكذا كانت. الروايات أيضا تدل على ذلك، أنه كانت ماء ثم دحيت الأرض. دحيت يعني بسطت وظهرت، ويقال من عند الكعبة المشرفة. ثم مدت، مددناها، يعني الماء شوية شوية راح إلى الجوف، جوف الأرض. الآن يقولون المياه الجوفية، منين صارت هذه المياه الجوفية؟ من تلك السنوات الطوال التي كانت تأتي الأمطار، المياه على هذه البسيطة. طيب ممكن تقول أنه المياه منين كانت تجي؟ أيضا سؤال يطرح، يعني المطر منين كان يجي؟ من نفس هذا الماء الموجود على الكرة الأرضية مثل المحيطات. الآن الآن المطر شلون يصير؟ تتبخر المياه من المحيطات وتذهب تصبح سحب، والسحب تتلاطم وتصير معادلات فيزيائية هناك، ويمكن يجي ثلج، يمكن يجي وفر، يمكن يجي حالوب، يمكن يجي مطر حسب الأجواء. ذاك الوقت كل ما كان فكانت تتبخر وتذهب وتنزل مرة أخرى، إلى أن شاء الله أن تنبسط البسيطة، يعني الكرة الأرضية. هذه والأرض مددناها يمكن إشارة إلى هذه الحالات والمراحل التي اتفقت، ولكن مددناها أيضا إلى تعبير بلاغي جيد مهم. يعني إلنا مرة الأرض تصبح وعرة لا يمكن البناء فيها، لا يمكن السير فيها، لا يمكن أن تعبد شارع، منزل تبني، هالبنايات العظيمة الموجودة على شنو؟ لأن الأرض ممددة. في آية أخرى كلمة مهد موجود، مهد مثل الكاروك اللي الطفل يخلون به، لأن الكرة الأرضية دائما تدور هكذا حتى يصير ليل نهار ربيع شتاء وهكذا. مع هذا الدوران العجيب السريع كأنه نحن عايشين في مهد. هنا كلمة المهد ما جاية، مهادم جاي في القرآن، وجعلنا الأرض مهادا. هنا يقول الله سبحانه وتعالى والأرض مددناها، يعني مدت من تحت الماء إذا صح التعبير وصارت مبسطة يستطيع الإنسان أن يعيش فيها. ذاك الوقت آدم نزل سلام الله عليه، أبينا آدم، قالوا له تفضل كل شيء مهيأ، أشجار موجودة، حيوانات موجودة، ما أدري نباتات موجودة، أرض ممهدة، أرض ممددة، قسم بها بحار، قسم بها بحيرات، قسم بها محيطات، تفضل. هذا دار الامتحان والاختبار. فنزل أبونا آدم وتورطنا. هاي تعليقات مني طبعا. ونعم التوريط. مو تورطنا بشكل واحد يضوج، لا. واحد مرة قال لي شنو يعني؟ احنا اجينا وهالمصائب وهالمشاكل، وقلت له لولا هذا لما كنا نسمو ونرتفع، لما كنا نصل الى درجة اذ اردنا، ان جاهدنا، ان حاولنا، ان تعبنا، لما كنا نصل الى درجة فوق درجة الملائكة. يصل الانسان. الأنبياء والأئمة، رسول الله والأئمة وصلوا من زمان، ولدت أنوارهم قبل أن يخلق العالم الله
يعني يخلق الله العالم بآلاف السنوات كما في الأحاديث. وكانوا كنا نكبر فتكبر الملائكة، يعني كانوا يعلمون التكبير للملائكة. كنا نسبح فتسبح الملائكة. كنا نهلل، يعني نقول لا إله إلا الله فتهلل. هم أساتذة الملائكة كما نعتقد. طبعا الوجود النوري، أكو وجود نوري يستفد ليلة إذا صار وقت نتكلم فيها. وجود نوري لمحمد وآل محمد. بعدين صار وجود جسمي أو جسدي أو مادي أو أرضي أو ترابي، أي شكل تقولها. حتى أننا نعتقد هكذا، أن هذا من باب الكلام يجر الكلام، صار نعتقد أن أمر، سنصل في الليالي القادمة إن شاء الله حول السجود آدم، السجود لآدم. نعتقد أن أمر الله للملائكة أسجدوا لآدم لأن نور محمد وآل محمد في صلبه. وتفصيل ما علينا به، نرجع إلى كلامنا. فيا آدم تفضل، أنت وزوجتك اهبطا إلى الأرض. منو إجا وياهم؟ اللعين. خب إجينا إلى الأرض، أبونا إجا إلى الأرض، كل شيء ممهد، والأرض مددناها. هنا دار الامتحان، يبدأ الامتحان من ناحية الفطرة السليمة، العقل، الأنبياء، الكتب. من ناحية أكو هوى النفس، كما نقول دائما هوى النفس وإبليس والشيطان، صراع يصير. أنا الإنسان الذي جعلني الله مختارا، هذه تعظيم للإنسان، يعني لا الملائكة يلحقون به ولا أي مخلوق، هذا الإنسان مكرم. ولقد كرمنا بني آدم. هنا يختار، لمن يختار؟ يسمو، يرتفع، يرتفع إلى أن يصل إلى أعلى مراتب الكمال. خب نرجع إلى الآية. والأرض مددناها، بعد سوينا من نعم الله سبحانه وتعالى، وألقينا فيها رواسية، مثل واحد جايب جبال وملقيها هنا، هذه تعبير بلاغي، وإلا الجبال هي كانت موجودة وأصولها وجذورها ممتدة إلى باطن الأرض. ترها هاي الجبال اللي تشوفوها ونشوفها، هذه ظاهرها الشكل. اليوم شفت كتاب علمي يبحث عن جذور الجبال، شلون المسمار اللي تدق على أرض أو على صخرة أو على خشبة، شنو تشوف ظاهرها؟ تشوف مثلا في شيء برا ظاهر الرأس، أحسنتم، جوا شنو؟ جوا جذر. أكو الأشجار ظاهرها هكذا تشوفه، يمكن أكو أشجار ببقدها بطولها أيضا تحت الأرض شكل رايح. الجبال هالشكل عجيبة. شفت اليوم كتاب حتى يعني مسوي صور أيضا، طبعا صور تقريبا تقريبية. هذه مثل الرواسي، راسية أي ثابتة. وألقينا فيها رواسية، ليش؟ حتى لا، في آية أخرى أن تميد بكم، هذه حافظة لتوازن الكرة الأرضية. ولذلك ما أدري صحيح أو لا، بعض العلماء حتى من العلماء علم الحديث أيضا يقولون هاي الأنفاق الكثيرة التي يحفرونها بالجبال هذه مشكلة في المستقبل، يعني لأنه هذا الجبل الله صانعه بشكل يحفظ كثير من التوازنات في الكرة الأرضية. خب احنا لأجل أنه نرتب حياتنا جايين شنو نسوي أنفاق يمكن تؤثر. واحد ثاني كاتب في كتاب علمي أن هذه السدود أيضا مشكلة، السدود الكثيرة التي يصنعونها أمام
أمواج الأنهر العظيمة مثل نهر دجلة، نهر فرات مثلا، كثرتها توجب زلازل أيضا. التوازن يختلف، الله خالق هالشكل، يمكن هذا صحيح ما أدري، طبعا أنا ما عندي اختصاص حتى أقول صحيح أو مو صحيح. المهم أنها صارت إلقاء الجبال كالرواس الثابتة، الراسية أي الثابتة، يعني الله يريدها ثابتة لا تحفرها، يمكن هذا معناته. بعد وأنبتنا فيها، فيها يعني الأرض، ويمكن بعض المفسرين يقولون فيها الضمير راجع إلى الرواسي إلى الجبال. شنو أنبتنا؟ أنبتنا يعني نبات، خب الجبال ماكو نبات هواية، عادة النبات في السهول في الأراضي المنبسطة، في الجبال قليل أكو. قالوا أنبتنا ليس بمعنى النبات، أنبتنا هنا بمعنى الخلق، المعادن العظيمة الموجودة في قلب أو قلوب هذه الجبال. وبالفعل الآن أكثر المعادن وين تحصل؟ مو المعادن يعني النفط قصدها، المعادن الأحجار الكريمة، الذهب، الفضة، الفيروزج، الزرنيخ، آل هكذا، كل هذه الأشياء المعادن المفيدة مخزونة في داخل الجبال، يمكن هذا معناته. ويمكن أنه نقول فيها يعني للأرض، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. أنا عندي ملاحظة هنا أنا في كلمة موزون، موزون بعض المفسرين قائلين أنه يعني يوزن، يعني مثلا أنت المعادن اللي تستخرجها أو النباتات اللي تستخرجها من الأرض توزن، هذه شوية تفسير ما أدري شلونه. التفسير يمكن الأصح أن يكون يعني كل شيء مرتب، معادلاتها مرتبة. إحنا الآن نعيش ومنلاحظ هاي الأمور، يعني نروح للسوق نشتري سبزي خضروات، ما ندري جيت تفاعلات صايرة بالدقة وبتقنية عالية إلهية أن هذا الكرفس اللي إحنا نأكله الآن وعلى السفرة نخليه، ما ندري جيت تفاعلات صايرة من الماء إلى التربة إلى أشعة الشمس إلى قضايا داخل هذه التربة، شلون تتحول تتفاعل إلى أن يصير كرفس مثلا، أو ما أدري خضرة مثلا، أو برتقالة أو تفاحة، وهكذا. هذا العدس اللي نخليه في الطعام، هذا الحمص اللي ناكله، هذا ما أدري، كل الخضروات كل الأكلات، أنت إذا تلاحظ كل شيء فيه موزون، يعني حسب معادلات مرتبة صايرة، ولا ما تطلع هالشكل. وإذا شوية هاي المعادلات تخرب شو يصير؟ النبات يخرب. شوية المعادلات بفعل الإنسان أو بعذاب إلهي لا سمح الله، كله يخترب. هذا موزون معناته، مو موزون يعني يوزن. أتصور وأنبتنا فيها يعني في الأرض أو في الجبال من كل شيء، يعني كل شيء تشوفه في هذا العالم خاضع تحت معادلة، معادلة كيميائية فيزيائية في كل الأمور، كل شيء. هذا شيء غريب، يعني إحنا ما ملتفتين إلها أصلا. يعني هذا الخشب اللي إحنا الآن صاير منبر وجالسين فيه، كم تطور صاير فيه في الغابات، تفاعلات في الأشجار في الغابات، الهواء مؤثر عليها، الجو، الرطوبة، الشمس، النبات، عفواً الماء، إلى أن صارت خشبة. وإحنا قاعدين مرتاحين ولا نلتفت إلى هذه. هذا معنى الموزون. موزون يعني يقولون فلان عمل موزون، بتقول هالشكل حتى في تعابيرنا نقول فلان إنسان موزون
عمل موزون معتدل مرتب. عمل الله في كل شيء، ما يقول في غنق من أبغداد، وأنبتنا فيها يعني في الأرض أو في الجبال، والجبال أم أرض بعد، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون مرتب. بس تعال شوف فلان يقول يعني شنو إثبات الخالق؟ شنو إثبات الخالق؟ شنو أصلا؟ عميت عين لا تراك، عميت عين لا تراك، انظر إلى أي ذرة من ذرات هذا الكون كلها تصرخ أنني مخلوق لله الواحد الأحد الصمد القادر المحيي المميت، كل هذا مبين بعد، ماكو شيء ما يبين. خب، نعمة أخرى، ليش الله يكرر هالأشياء بالقرآن؟ شنو يريد يخلي منا علينا؟ حقه يخلي منا، فهو المنان الكريم. أنا الضعيف لازم ما أخلي منا لما أسوي شيء إحسان، أما الله الذي يمن علينا بفضله ما يخالف. هذا لزيادة المعرفة، لزيادة المعرفة. أيها الإنسان لما تقرأ القرآن أيها المؤمن، يعني آية آية تدبر فيها، ارجع مرة ثانية، لا تسرع بالقرآن. والأرض مددناها، عجيب، فكر فيها. وألقينا فيها رواسية يعني جبال راسية، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون مرتب، وجعلنا لكم فيها معايش. أيها الإنسان معيشتك من هذه الأرض، أكلنا شربنا راحتنا كل شيء من هذه الأرض. يعني حقيقة أنا دائما أقول هذه الكلمة، إحنا مدللين حقيقة، البشر مدلل، وأيضا يشكو وأيضا ينقنق. هذه عجيبة الكلمة، ينقنق مو لطيفة مو، بس ينقنق بعد. كل شيء مرتب، الأرض ممددة كالمهاد، الشمس تشرق، القمر يطلع وينير، الهواء، البحار، النباتات، الرزق، كل شيء مرتب بشكل موزون مو مخربط، بشكل موزون يلائم طبيعة البشر، يلائم حاجات البشر إذا ما مسوها بسوء. أيضا في التعليق عندي في الجوريز الآن، جوريز شنو؟ أنه الله مرتبها كل شيء، إحنا دا نخربها. هاي الأكلات الجديدة أنا دائما لأنه أريد الأمهات يسمعن هذا الشيء، لا يشترون أشياء للأطفال مو زينة. هذه الأكلات اللي صارت جديدة كلها مضرة أو أغلبها، والآن يقولونها هم العلماء دا يقولون، ما أريد أقول أي أكلة حتى أبو الدكان لا يقول هذا دا يحجي علي. تركيبات مضرة، ليش؟ لأن إحنا لعبنا بالخلق، بخلق الله. يعني النباتات هي زينة، الحبوب زينة، اللحوم كانت زينة، هي يسوون أشياء بها تفسد. ليش؟ لأجل مال، لأجل فلوس، لأجل أن يحصلوا بعد. الآن في بعض الجمعيات، سامع أنا ما أدري يعني ما أروح، في بعض الجمعيات أو الأماكن الأغذية كاتبين اسم أورغانيك. أورغانيك يعني شنو؟ طبيعي، معناته هذا اللي ناكله شنو؟ غير طبيعي. غير طبيعي يعني غير خلق الله، يعني الله كان مرتبه من كل شيء شنو؟ موزون، كل شيء مرتب، احنا دا نخربه. قل ليش؟ وصاير غالي ايضا الاورجانيك، غالي. يقول حتى في اوروبا في امريكا اكو محلات اورجانيك اغلى، اللحم دا يلعبون به، الحبوبات يلعبون بها، يأخذون منها الفوائد الجيدة يرفضوها، وإحنا نأكل الأشياء اللي مو زينة. وهذا شنو هذا؟ وجعلنا لكم فيها معايشة، معيشتكم
أيها البشر، هذا خطاب للبشرية جمعاء للناس، ولكم وجعلنا لكم، يعني لمصلحتكم لنفعكم، نحن جعلنا، الله يقول نحن جعلنا لكم وجعلنا لكم فيها، يعني في الأرض معايش، جمع المعيشة، كل شيء يؤثر في معيشة الإنسان الله مرتبه. خب، ومن لستم له برازقين، بعض الناس احنا نرزقهم، هذا مفهوم له طبعا، نرزقهم يعني شنو؟ يعني مثلا انا ارزق نفسي، يعني اروح احاول اكسب اشتري، اجيب لاولادي، اجيب لعائلتي، للخدم اللي يشتغلون عندي، ولكن ملايين الناس وملايين المخلوقات احنا مو رازقيهم اصلا. ومن لستم له برازقين، احنا نرزق كل البشريه؟ لا، احنا نرزق كل الحيوانات، كل النباتات، كل الحبوب؟ لا، الله هو الذي يرزقهم جميعا، ومن لستم له برازقين. خب، هنا اكو ايه شوي صعبه، يعني هو مو صعبه عند اهل البيت، ولكن المفسرون تباحثوا كثيرا حول هذه الايه، واليوم يمكن انا 20 قول شفت تقريبا هذه الآية. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إن من شيء، يعني ما من شيء، إن هنا بمعنى ما، يعني ماكو شيء في الأرض في هذه الحياة، ماكو شيء إلا أنه إحنا، الله يقول خزائنه عندنا. خب، السؤال الذي يطرح أو الإشكال، يعني الله مسوي خزائن؟ الخزائن أولاً شنو هي معناته؟ أول نشرح، الخزائن جمع الخزينة، الخزينة ما يخزن فيه شيء، مثلاً أنت عندك 50 طن من الأرز، من العيش مثلاً، عندك مطعم، عندك ضيوف، ايش مدري، تستفيد كل يوم طن مثلا، 49 طن وين تخلي؟ في المخازن، شويه شويه تاخذ منه، هذا معنى الخزائن. كل مكان يخزن فيه شيء حتى شويه شويه تاخذ يعتبر خزينه، والجمع خزائن. ظاهر الايه شو تقول؟ وإن من شيء، يعني ماكو شيء في الكون، كل شيء، يعني أحسنتم، كل شيء إلا عندنا خزائنه. يعني مثلا واحد يفكر، يعني الله، استغفر الله والعياذ بالله، الله في السماوات عنده خزائن، مرتب بي حنطة شعير، ما أدري ماي، ما أدري حبوب، إيش يقول؟ لا، هذا مو معناته، هذا خلاف ما نعتقد. الآن نشرح شنو معنى. بعدين الله يقول وما ننزله، ننزل منين يجي؟ يعني من علو يجي، بعد لازم في شيء فوق أنت تنزله، إذا من جوه أنت تريد ترفعه ما يقولون ننزله، لازم تقول نرفعه. ننزله من باب التنزيل، تنزيل يعني شوية شوية. القرآن نزل وأنزل، إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني مرة واحدة على قلب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. في آيات أخرى نزلنا، نزلنا يعني شو؟ يعني في فترة 23 سنة شوية 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 آيات نزلناها على الرسول. فالتنزيل بمعنى شوية شوية، كل يوم كل يوم الله، استغفر الله، الله شوي شوي ينزل، وهناك الخزائن. هذا ظاهر الآية، ما أقول هذا التفسيرها، هاي التسجيل بعدين ليه قطعوا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. التفسير الحقيقي التي تؤيده الروايات
وتؤيده عقائدنا وتؤيده ويؤيده العقل أيضا. مو معناته خزائن أكو هناك فوق وشوية شوية ينزل، لا هذا مو معناته. أولا المحتاج يسوي خزائن. أنت لما تحس أنه لا سمح الله إذا صار قحط شو أسوي أنا؟ تخشي تودي أشياء تخلي في بيتك. أنا أذكر في اليوم كنا هنا ساكنين قالوا في الشيء راح يصير لا سمح الله، الجمعيات شنو كلها اشتروها خلوها بالبيوت. هذا الخائف يسوي، المحتاج يسوي خزائن. الله خائف؟ الله محتاج والعياذ بالله؟ هذا مو معناته. نجي إلى الآيات التي تشير إلى هذا المعنى أيضا. أنا رحت إلى المعجم المفهرس، شفت أنه في سورة الأنعام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. النبي يقول، يعني الله يقول للنبي قل للناس أنا ما أدعي عندي خزائن الله، يعني خزائن هذه الخزائن. آية أخرى في سورة الإسراء قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. آية أخرى في سورة صاد رقم 9 أم عندهم خزائن رحمة ربك. خزائن رحمة ربك فمعناته شيء معنوي، هذا مو مادي أصلا. في سورة المنافقون رقم 7 ولله خزائن السماوات والأرض. كل هذه الآيات لما تجمعها، التفسير الجيد هو الذي يجمع الآيات مع بعض بعدين يفسر، كل هذا لما تجمعها يعني ما يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، مقدورات الله. الله له القدرة المطلقة لإعطاء النعم، هذه القدرة تسمى خزائن. مو معناته خزينة مثل خزينة حمام، تذكر بالعراق كانوا للمسبح اللي بالحمامات يسموه شنو؟ يسموه خزينة، يعني يجعلون فيها الماء مثل بانيو مثلا، طبعا بانيو كبير. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني أصول عندنا إحنا، قدراتنا مسيطرة على كل شيء في الدنيا وفي السماوات وفي الأرض. خب الله ليش متطينا بسرعة خلصنا بعد؟ ها وما ننزله إلا بقدر معلوم. قدر يعني بمقدار حاجة البشر. الله أكبر، أنا لما قرأت هاي الآية بعدين قمت أفكر اليوم، إذا تصوروا، تصور الشكل، تصور الباطل خمو باطل، تصوروا إذا واحد يريد يفكر يتصور من الآن إلى 100 سنة بعد، من الآن إلى 100 سنة بعد إيش قد مطر راح يجي على الكرة الأرضية؟ ما ندري، مليارات المليارات من اللترات تنزل أمطار مو الشكل. إذا كلها في يوم واحد أجت شنو يصير؟ لا يبقى حجر على حجر. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، قدراتنا موجودة، وما ننزله إلا بقدر معلوم. النباتات نفس الشيء، الحيوانات نفس الشيء. إذا مقدار حاجة الإنسان إلى 100 سنة بعد، خرفان صارت في هذا اليوم، خروف، أبقار، بعران، حبوب، وين تخلي ذني؟ بعدين تفسد، لأنه الدنيا معادلاته على الكون والفساد. العلماء العقيدة يقولون كون وفساد، يعني يصير ويفسد، يصير ويفسد، هذا معنى معادلات الكون والفساد. من نعم الله سبحانه وتعالى أن الله ما يعطينا كل شيء في يوم واحد بمقدار حاجتنا إلا بقدر معلوم.
إشارة أيضا في هذه الآية إلى كد الإنسان وكدحه. يعني أنت لا تقعد هالشكل، لازم تروح تزرع، تغرس، تسوي حديقة، تسوي مشتل، تجيب الشجرة مال البذور تخليها، تعطيها مي إلى أن يصير. هذا أيضا الله يريد الإنسان أيضا يعمل ويكدح. أتصور يكون واضح الآية بعد. مو معنى ذلك أن هناك خزائن من الحنطة، من الشعير، من الماء، من الماء اللي ينزل من السماء منين يجي؟ من الأرض نفسه. هذا اللي يقول وأنزلنا من السماء ماء، يعني شنو؟ يعني الله مخلي هناك خزائن مملوءة من المطر. قديما كانوا يشكل يفكرون طبعا، أنا أذكر إلى عهدنا كانوا يقولون أكو هناك خزائن فيها أمطار. فد مرة الله يقول هذني يلا روحوا. مو الشكل. الآن العلم الحديث، مو العلم حتى الأئمة أشاروا إلى ذلك، بس الطفل ما يفهم يقولوا له الشكل، وهذا مو صحيح. لازم الطفل من الأول يقولوا له الحقائق. إحنا كنا نتصور أنه أكو هناك أشياء، فد مرة يفتحون باب السماء المطر ينزل. مو الشكل خو. المطر يتكون من الأبخرة التي تتبخر من المياه تروح إلى السحب بعدين يصير مطر، بس لأنه من علو يجي. هذا التفاعل اللي يصير بقدرة الله يصير. وأنزلنا من السماء ماء وما ننزله إلا بقدر معلوم. بعد دقيقتين ثلاثة وأرسلنا، هذه بعد بكرة إن شاء الله لأن بها تفصيل. خلاصة هذه الآية شنو صارت؟ خلاصة هذه الآيات كم آية اللي قريناها، أن الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر يشير إلى نعمه في الخلق، في السماوات أشار إليها في الليلة الماضية، في الأرض ومد الأرض والأنعم والنعم التي تترى علينا، ومن عظمة هذه النعم ومن معاجز هذه النعم أن إلها خزائن. خزائن يعني مقدورات الله، فقدرة الله مطلقة وهو المنعم، بعدين ينزله بقدر شوية شوية بمقدار حاجة الإنسان. طيب الموعظة الأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد. عن الإمام الباقر محمد بن علي صلوات الله عليه وعلى أبيه: والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله. هاي الرواية شوية صعبة، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بها. مرة أنا أسمي نفسي شيعة علي أو من شيعة علي، هذا وسام فخر وشرف لي، ولكن ما هي تلك الصفات التي إذا اتصفت بها أصبح شيعة أمير المؤمنين، بل شيعة محمد وآل محمد؟ والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله. تقوى وأطاعه. تقوى يعني دير بالك لتروح صوب المعصية. بعد ما انت صارت لك هذه الحالة بعدين إطاعة تجي. وأطاعه. بعد شنو من علامات الشيعي شنو؟ وما كانوا يعرفون. كانوا يعني إشارة إلى سلمان وأبي ذر والمقداد و و و، لأن الإمام الباقر قبل منه الإمام السجاد، قبل الإمام الحسين، قبل الإمام الحسن، قبل أمير المؤمنين، قبل رسول الله. هذول منك يشير إليهم. وما كانوا يعرفون، كل واحد عنده سمة، عنده علامة، إما في ملابسه، إما في طريقة كلامه، وإما بصفات يملكها. الشيعة له صفات، ما هي تلك الصفات؟ وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع. إذا شفت عالم مو متواضع هذا مو عالم بصراحة، إذا شفت تاجر
مو متواضع؟ هذا ليس من صفات الشيعة، اشكر نقول. وهكذا، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع. تخشع إما خشوعهم في الصلاة في العبادات، وأما خشوعهم للوالدين، للكبار، للعلماء، للذين أكبر منهم. بعد هذه ثلاث، اثنين صارت أو ثلاث، أولا التقوى وطاعة الله، ثانيا التواضع، ثالثا التخشع وأداء الأمانة. عجيبة، سواء خلوا عندك دينار واحد أو مليارات الدنانير لازم تكون أمين. الشيعي أمين، المسلم أمين، وأداء الأمانة. بعد هذني تجي أشياء العبادية. أنا شفت هذا الحديث عجيب، أول شيء يجيب صفات أخلاقية، تواضع، تخشع، أداء الأمانة، بعدين يقول كثرة ذكر الله. أما كثرة ذكر الله تسبح بيده ويخون في المعاملات، هاي شلون؟ الذكر والصلاة والصيام تجي في الدرجة الثانية. يعني إذا الشيعي ما متصف بهذه الصفات الأخلاقية العظيمة اللي هي أداء الأمانة والتخشع والتواضع والتقوى، صلاة متفيد. وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين، أولادنا لازم يتعلمون أنه يحسنون إلى الوالدين. وتعهد الجيران من الفقراء، في الفريج اللي أنت ساكن، في المحلة، في الشارع اللي أنت، يمكن فقير أكو، تعهده يعني دير بالك عليه. وذوي المسكنة، مسكين، والغارمين، الغارمين يعني المديونين. هواي يجون عندي في مشهد يقول سيدنا احنا مديونين، ماخذين قرضة ما نقدر ندفع. هذا غارم، جمعه غارمين، بالقرآن موجود. والغارمين والأيتام، تعهد الأيتام، وصدق الحديث، وتلاوة القرآن ولو شوية كل يوم، وكف الألسن عن الناس، غيبة، تهمة، حكي بالديوانيات، واحد يحكي على الثاني، هذا كله مو من صفات الشيعة. وكف الألسن عن الناس إلا من خير، فقط يحكي بشكل يجيب خيرات الناس، أشياء اللي مو زينة ما يجيبها. وكف الألسن عن الناس إلا من خير. وكانوا يعني الشيعة سابقا، الإمام الباقر يتحسر عليهم، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. كل واحد عنده عشيرة، عنده قبيلة، عنده قوم، عنده عائلة، أمين عشائرهم يصير. كل واحد يفكر يكون كبير العائلة ولكن أمينهم اللي يتوجهون إليه في ملماتهم. اللهم هذه صفات الشيعة ذكرها الإمام الباقر، نتوسل إليك في هذه الليالي الفضيلة أن تنعم علينا بالتوفيق للاتصاف بها إن شاء الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. سبحان الله.